السلام عليكم. اليوم نتكلم عن المستشفى الجديد نتاع عين مليلة بولاية أم بواقي، واللي على حسب الصور اللي وصلتنا أنه المستشفى هذا انتهت الأشغال به، حتى عملية التجهيز راهي تقريبا انتهت يعني في مراحلها الأخيرة. والمستشفى هذا ذات 120 سرير، هو واحد من شبكة تاع مستشفيات على مستوى الدوائر، يعني مش مستوى الولايات. الولايات فيها 240 سرير، أما الدوائر فهي فيها 120 سرير. وهذا كما تم يعني تم تغيير سياسة تاع الصحة في الجزائر، فتقررت يعني إحداث مراكز استعجالات يعني جراحية، وهذا سوف يحول إلى مركز للاستعجالات الجراحية اللي بولاية عين مليلة. وهذه إضافة نوعية للمنظومة الصحية في الجزائر. هنيئا لأبناء عين مليلة، والسلام عليكم.